السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناه تربيه وتسميد الاغنام من الالف للياء. قبل ما نبدا في موضوع حلقتنا النهارده، احب ااكد اي حد عنده اي سؤال مستنظر منه اجابه ما تكتبوش اسفل الفيديوهات التعليميه، ادخل على القناه وشوف اخر فيديو اجابه متاح تحتيه التعليقات، واكتب سؤالك في تعليق اسفل الفيديو وبيتم الرد عليك في فيديو الاجابه اللي بعديه خلال يوم او يومين بالكثير ان شاء الله. موضوع حلقتنا النهارده يعتبر سؤالين مهمين، وان كانت يعني هو تسألوا مرتين بس عندنا يعتبر من المقولات الدارجه او المنتشر عندنا، فعاوزين نعرف مدى صحه الكلام ده. اول حاجه، اول سؤال، خروف الصيف افضل، الخروف اللي بيتولد في الصيف افضل ولا الخروف اللي بيتولد في الشتاء؟ يعني مواليد الصيف افضل ولا مواليد الشتاء؟ انهي الافضل وايه السبب؟ والسؤال الثاني، هل معدل التحويل في تسمين الاغنام في الشتاء افضل من معدل التحويل الاغنام في الصيف؟ يعني معدل تحويل الاغنام في الصيف اقل من معدل تحويل الاغنام في الشتاء في حالة التسمين، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ وامتى يكون صح؟ هنجاوب الاول على النص الاول، هل خروف اللي هي مواليد الشتاء، هل مواليد الشتاء افضل من مواليد الصيف؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ وامتى يكون صح وامتى يكون غلط؟ الكلام ده مواليد الشتاء افضل من مواليد الصيف، الكلام ده صح امتى؟ في شرط واحد، ان تكون الاغنام معتمدة اعتماد كلي على المراعي، يعني مفيش علف او مادة ملقى، بغض النظر عن علف، يعني ما بيشتريش اعلاف ليهم سواء اتبان سواء اعلاف، بيعتمد على الراعي، صاحب الاغنام بيعتمد اعتماد كلي على المراعي. في الحالة دي هيكون مولود الشتاء طبعا افضل. ليه؟ لان مواليد الشتاء بتتولد في الربيع، النعجة وهي عشر في الشهرين الاخيرين بتلاقي مرعى اخضر ما شاء الله، بترعى بتاكل، الجنين بيكبر في بطنها ما شاء الله، والنعجة بتشبع وبتنزل ضرع ما شاء الله كويس في الولادة، بعد الولادة بتلاقي خضرة طبعا لسه ما زالت في الربيع، بترعى ما شاء الله في خير كتير في المرعى، بترعى بتاكل وبتشبع وابنها كمان بياكل وبيشبع معاها من المرعى، وبتضر لبن ياما ما شاء الله، فبيرضع وبيشبع لبن، بيطلع مولود الشتاء افضل مليون مرة من مولود الصيف في حالة الاعتماد الكلي على المراعي. أمال إمتى مفيش فرق؟ مفيش فرق لما يكون الأمهات صاحب الأغنام معتمد على مزرعة مغلقة، بيتم العلف داخل المزرعة، مفيش رعي، مفيش اعتماد على الرعي، وإن كان في اعتماد على الرعي اعتماد جزئي، ولكن طبعا زي ما قلنا معلش نرجع لنقطة الأغنام، قلنا في الرعي في الشتاء فبيطلع مولود كويس، أما ما تكلمناش عن النص التاني، أما لو هو أنت معتمد على المراعي فتيجي في الصيف الأرض جرداء، الأرض جافة خالية من الحشائش، فقيرة ضعيفة، فبالتالي بتلاقي الأم ما بتلاقيش تغذية كويسة، الجنين بيطلع في فترة الحمل الجنين بيطلع ضعيف، بتولد مش لاقية غذاء عشان تضر لبن، فبالتالي المولود بيطلع ضعيف. مولود الصيف ممكن تلاقي عمره 3 شهور مش جايب 12 كيلو 13 كيلو 14 كيلو، ده لو المرعى جاف تماما، يعني نفرض ان هو بيرعى في منطقة جاف فقير. في الشتاء ممكن 3 شهور ممكن تلاقي ما شاء الله 20 كيلو، يقل شوية يزيد شوية، يعني مثلا 18 كيلو ل 22 كيلو. انا بتكلم على سلالة البرئي اللي هي متوفرة عندنا، في سلالة تانية بتدي معدلات تحويل اكبر من كده، الجنين نفسه بينزل كبير زي الرحماني، يعني المتوسط ذكر البرئي بينزل حوالي 2.5 3 كيلو، الرحماني ممكن ينزل اكتر من كده، ممكن ينزل 4 كيلو 3.5، فبينزل اصلا كبير، الام كبيره وواسعه وهو بينزل سلاله كبيره، بغض النظر نخش في التفاصيل عشان ما اطولش الفيديو. المهم فقلنا مواليد الشتاء بتكون احسن مواليد الصيف مليون مره في حاله الاعتماد الكلي على المراعي. اما لو الاغنام مغلقه داخل مزرعه مغلقه وبيتم علفها داخل المزرعة وفي اهتمام يعني بالمواد الملأ، وانا بتحتاج مواد ملأ كتير، وفي في اوقات اللي بتحتاج فيها العلف بنحط لها علف، اللي هم الاربع شهور اخر شهر من الحمل او شهر من الرضاعة، اهتميت بالتغذية ما بتفرقش معايا الصيف من الشتاء، نفس مولود الصيف نفس مولود الشتاء 100%. بالعكس
بيبقى مولود الصيف احسن عشان من ناحية الامراض اللي بيصاب بيها المولود. بالعكس بتكون مواليد الصيف افضل، بتتولد في اجواء دافية، المواليد بتبقى حساسة للسعة، حساسة للبرد بالليل، فبالتالي بتولد في الصيف بتكون مولودها ما شاء الله متدفي، بيبقى الامراض في المواليد اقل بكتير من امراض الشتاء. في المواليد امراض المواليد في الصيف بتكون اقل من امراض المواليد في الشتاء، لان اغلب الامراض بتنتج عن البرد الشديد لما النعجة او المعزة تولد في وقت برد شديد، ويكون الايام الاولانية بيكون المولود حساس للبرد. كده يبقى مفيش فرق قلنا لو في اهتمام بالتغذية للامهات، يبقى مش هتفرق صيف من شتاء، الاتنين هيطلعوا زي بعض بالظبط. طيب السؤال النص التاني، هل معدل التحويل، هنا بقى دخلنا في التسمين، طلعنا من مواليد هندخل في التسمين، هل معدل تحويل الاغنام في الصيف اقل من معدل التحويل في الشتاء؟ الكلام ده صح ولا لا؟ وان كان صح ازاي نخلي معدل التحويل في الصيف نفس معدل تحويل الشتاء؟ احب اقول لك الكلام ده هيبقى صح في حال طبعا نفترض ان جودة الاغنام هنا نفس هنا، الاغنام اللي انت مدخلها في الصيف نفس الاغنام اللي انت مدخلها في الشتاء من ناحية الجودة، من ناحية شبعانة لبن متأسسة كويس تمام التمام، والعلفة نفس العلفة. المفروض ممكن معدل التحويل في الشتاء يزيد شوية عن معدل تحويل الصيف، امتى او في حالة ايه بالظبط؟ في حالة اول رقم واحد ما تمتش بجز الصوف في الاغنام، ما جزتش الغنم عرقانة وعليها صوف كبير وبتعلف، الصوف بيقلل من شهية الغنم، رقم واحد ترك الصوف فوق الاغنام في اوقات الحر الشديد وانت بالذات بتعلف علف سريع بتسمن تسمين سريع، فبالتالي الخروف بيعرق من العلف، الخروف بيبقى مضايقه، عامل له الصوف عامل له احتباس حراري، زي انت عليك بطانية في عز الحر ما بتجيلكش نفس عاوز تاكل عاوز تشرب بس سوائل، فهو كذلك نفس النظام في الاغنام، لما بتقص الصوف في الصيف الاغنام لما تكون بتعلفها وعرقت وقصيت الصوف الغنم بتاكل شهيتها بتتفتح جامد، عندنا في مصر انا يقول لك الخروف يومه بيومين بعد القص، يعني لو بياكل لو بيزيد ربع كيلو في اليوم او بيزيد 200 جرام بالصوفه ولا 150 جرام ممكن يزيد 300 جرام 250 جرام لما تقص صوف، معدل تحويله بيتغير بصوره ملحوظه واضحه، زائد شهيته بتتفتح في الاكل 100%، ما يقدرش ياكل 3% في الحر، لو الخروف عليه صوفه كبيره وعرقان تلاقيه ممكن ما يقدرش ياكل 3% في الحر. دي النقطه الاولى قلنا التحويل في الصيف هيقل عن الشتاء في حاله الغنم عليها الصوف، ما قصتش الصوف بتاعها، الغنم عرقت والصوفه كبرت زياده عن اللزوم عامله احتباس حراري الغنم. طب الحاله الثانيه انك بتعلف في اوقات الحر، العلف في اوقات الحر، يعني نقدر نلخص امتى لو معدل التحويل في الصيف اقل من الشتاء ازاي نخلي معدل التحويل في الشتاء زي الصيف، رقم واحد نقص الاغنام، ازاي نخلي معدل التحويل في الصيف زي الشتاء، رقم واحد نقص الاغنام، الصوف لما يكبر والغنم تعرق لازم تقص الصوف، رقم اتنين ما تعلفش غير في الاوقات البرودة، بمعنى العلف يكون قبل طلوع الشمس او عند طلوع الشمس بالظبط، ويفضل قبل طلوع الشمس عشان على ما تطلع الشمس، لان في اوقات الحر الشديد البلاد اللي فيها حر شديد من الساعه بعد الشروق بساعه او بساعتين بالكثير الشمس بتسخن جامد، فعاوزين بحيث الشمس اول ما تسخن يكون الخروف اكل وجبه الفطار وهضم جزء منها، اصبحت المعده فرغت شويه، المعده مش مليانه، الخروف معروف اكتر وقت بتكون المعده مليانه بعد الاكل ويشرب ميه، فالمعده بتعمل له ضغط على الحجاب الحاجز، بتعمل ضغط على التنفس لما المعده تكون مليانه على الاخر، وهو بيحتاج يتنفس كتير في الصيف، بيحتاج يتنفس كتير في وقت الحر، وقت الحر بيحتاج نفسه بيعلى طبيعي في الحر، فانت تكتمله تملله معدته اكل وفي عز الحر هو طبيعي مش هياكل، واذا كان جعان زاد على اللزوم وكل هتعمل له احتباس حراري، ممكن تعمل له ضيق في التنفس، تعمل له مشاكل تنفسيه، وممكن الخروف يموت منك، تحصل له صدمة حرارية احتباس حراري ويموت، يكون الخروف أكل زيادة والجو حر مش عارف يتنفس بيموت عادي، مفيش مشكلة في الجو الحر الشديد. يبقى عشان أخلي تحويل الصيف زي الشتاء أقص الخروف لما يعرق صفة كبيرة ويعرق،
يقص القوس الصوف. تاني حاجة أعلف في الأوقات اللي فيها درجة الحرارة منخفضة اللي هي أوقات البرودة زي قبل طلوع الشمس أو عند الشروق بالضبط، وفين وفترة آخر النهار فترة المغربية قبل المغرب بساعة ولا حاجة، الشمس بتكون طراوة، الشمس الجو بيكون بارد، تعلف في الوقتين دول فقط، ما تعلفش نهائي نهائي وسط النهار في عز الحر، ما تعلفش نهائي في الصيف كده. ان شاء الله تكون وصلت المعلومه. خروف الشتاء افضل باختصار سريع، خروف الشتاء افضل ولا خروف الصيف؟ الاثنين زي بعض طالما فيه اهتمام بالتغذيه صيف وشتاء. خروف الشتاء افضل مليون مره من خروف الصيف في حاله الاعتماد الكلي على المراعي. معدل التحويل اعلى في الصيف ولا في الشتاء؟ معدل التحويل طبعا في الشتاء بيكون افضل، وعشان نخلي معدل التحويل في الصيف زي الشتاء لازم التغذيه تبقى في اوقات البروده، نتجنب التغذيه وضع العلف في اوقات الحر، وفي نفس الوقت اذا الخروف صفه كبر وعرق لازم يتم قص الصوف. وفي النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.